السلام عليكم الأخوة الكرام. حاليا تجاه صفيحة أبلاج صفيحة الذي نجو مشان دينت يحجان إمزيان جديد عايزين نجيب فيديو إن شاء الله أنس أنسوا الأخوة نجو مشان ما شاء الله إذي سارح بزاف يونغ إخسنا ديوي ضعوة مزيانة والخروج للصفيحة لبلاج الصفيحة بخصوص دي النهار نطلب لمش انما يبود هذا هو النص لمشان يصبح ترانكير ربحة مغيران عريستورات على الجاث ومشان ليس تسيع سوى التص نهرات جو شوية مغيم ولكن بحال هو لوز بزينات سوى التفد إن قرب الحال أن الجو المغرب سبحان الله والتفد ماني ما تفغى الصبح يشاطون زاكا ولكن يكوزينا وتحت الربع عادي جل الجو ما شاء الله هذا مشاني الأخوان الكرام نخضر غاص وقت باركي تبارك الله اي مجندة على الجد اخوان ديرو كتعاد ما يخيبوش تاعن السياحة وقت باركي تني غدا نسوا هاكش باركي اختبار من الأخوان الكرام يلا عد جديد أنا خدم دايس جينيس ندا إحنجار ما غيران تبارك الله يجو مشان وزيقي مشان أغيرين رقاوي الدراسات نال شي نوز داس بحزيش أنتوها نا ما هندو هذا وي وين كيف تورم الماتريال غاز داك كلشي جديد ها هي الله ياك بيسيني
تبارك الله جينا زندا يجن اعداد يمشوا المغيران يعني جاي مزيان. ريستورون تبارك الله قاعد نسوجد نروح الصباح باش هذا زمان ما شاء الله نيج العدد نقهوي نا ريستورون تي دا سناك بار ديال تبارك الله باش كي خطورام جو مشان زعما ما شاء الله سفيحة other than the core. سبحان الله راح سيح هذه الغاب ما شاء الله ولكن خساره هذه نعدد نديرو وتسنبوي مش هنا مره